هنا تقاطع الطيونة، النقطة الحيوية التي تضج عادة بالسكان والحياة، وهذا هو معلمها الشعبي الأشهر، قهوة أبو عساف، القهوة التي كانت مقصد الكثيرين من أبناء المناطق المجاورة أقفلت بداعي الحرب. قبل يومين تعرضت المنطقة لغارتين إسرائيليتين. أبو حسين هو واحد ممن تدمرت شققهم. بنتيجة ذلك يراقب المكان بحزن وصمت. أنا بلدي هيدا الطابة. عندي 1، 2، 3، 4، 5 اللي جاية شو اسمه. هيدا الخامس الشباك المفتوح. الأربع طابة نازلين عليه. 4 طوابق فوق نازلين عليها للسقف عندي، فتحت الباب قلت يا الله بدي ارجع، يعني نفسي مش قابله اني فوت على الباب. صرت بعدني على الطريق هناك كلها نزلت البنايه هاي، رجعت نزلت الثانيه هون وولعت النار هون بهيدي البنايه. عمو انت كنت جاي تشق على البنايه، منك قاعد هون هلا؟ انا جاي اطلع على البلد، نحن بعين رمانه قاعدين لنا شي شهر هربانين. انا قلت بدي فوت على البيت وما عاد فت، مش مبسوط بفوت اللي جوا، بدي اظهر. والله ظهرت بعدني صايب على الخط هونيك انضربت. عم طلعت رجعت تفقدت الباب؟ شو ما عاد فيه، الدرج بالارض، الاسانسير بالارض، ما في درج اذا بتطلع لفوق ما في. هذا اللي صار. حضرتك قد ايه صار لك ساكن هون؟ 24 سنه بالضبط، من ساعه ما طلعت البنية هذه نحن اشترينا فوق آخر طابق. كلنا مشترون يعني، كلنا ما في يعني، كلنا مشتريين، كل واحد مشتري شقة. والحمد لله أول مرة يعني إنه ما بتنضري بحرب تموت، الحمد لله ضلينا قاعدين ما حدا إجى صوبنا. حزب ما في، حزب ما عندنا حزب، نحن مسلمين مثل ما بقول حزب الله، نحن مش حزب اللي على الأرض، لا بنقول الحمد لله. تحت ركام الغارة ذكريات مبعثرة، شنطة طالبية ودفاتر دراسية وبقايا طعام لربما كانت والدة قد أعدتها لأبنائها العائدين من مدارسهم، وحقيبة سفر أو ربما نزوح لم يسعف الوقت أصحابها لاستخدامها، وألف ليرة لربما ارتبطت بذكرى معينة فاحتفظ بها صاحبها. فبعض الأشياء وإن فقدت قيمتها النقدية لكنها في عيون أصحابها لا تقدر بثمن.